الجامعة التونسية لكرة القدم ماهيش مستقبل أي ملف انتدابات مستقبل جابس، وسبب الديون اللي سألهم عمر العويني 30,000 دينار، سليم المهذبي 9,000 دينار، وسامي طرابلسي 35,000 دينار. مستقبل جابس مطالب بأنه يدفع المبالغ هذه قبل انطلاق الموسم، مشكل كبير يخلي كرلاش في حيرة قبل 7 أيام من انطلاق البطولة الرابطة الثانية. هذا السيد رضا الناصفي كاتب عام مستقبل جابس يوضح الإشكال. هذول كل ديون متخلدة من في الموسم اللي باشا فيه شفت يحلى وقت الزيزة في الرابطة الأولى واللي مالو شك الناس هذولا ما تحبش المبلغ هذاك. الجامعة عيطت للمسؤولين على أساس مش يدافع على رواحهم، لا لا في وقتها حتى هم وقت الملعب يشكي على راحة الجمعية زي ما تمشي تدافع، احنا في الوقت ذاك الجمعية ما دفعتش على راحة. المبلغ اللي تلبوه الملعبية كله لا يتيكم فيرمي بالقانون هذا. احنا وصلنا تويكا مع سيريا في الوقت الحالي عام 16 انتداب صار بلوكاج نتاع لي ليسونس، يعني من نجمو ناخذ حتى اجازه كنتي لكما نحلوا موضوع النزاعات هذا المبالغ اللي موجوده هذه نتاع الملعبيه ثلاث. هذا بور لو مومون خلف ما شنو جاي من بعد 22 سبتمبر شو مازالونا 6-7 ايام كيفاش باش تحل المشكل؟ حل لم يابل مع الملعبيه وقت انت عندك رناقه لجمل في الموضوع، حل مع شي فتحي احمد، شي فتحي احمد مش متواجد بورتون وقت تسلم الرياضي جديد الفريق تسلم لفاندو اوت 2012 وفي المعاينه تنص صح على صفات يحمل صح على سيرف جديدي بلي كونه ومع اون لا بريزونس دو سي نوتير ومع ثلاثه خبراء معينتهم المحكمه نحكي لهم تعهدوا باش يخلص الفلوس اللي موجودين على ذمه الجمعيه اللي تصرف فيها مقدس صفات يحمل باسم الجمعيه تجيهم تاعهم يخلصهم وقال راهم الجمعيه معاد مسالكه في 32 مليون اصراف هذه راه مش تلزيق. وباش تقولي ولادنا نشرفوا بهم ولادنا كذا، ولكن لو نومبري ايمينين زعما عندنا اوغرون ماكسيموم 16 ولادنا احنا اللي نجموا ناخذوا ليسونساتهم فهمت 16 ملعب نتقاوموا بهم احنا في الماز دوزيام تروزيام جورنيه.